هيعملوا الكوليرا؟ انا لطيفه هشيلهم مربروباسه راح وقال عندنا هذا المنتج عمالي بيشتغل على الحلويات وبصرف على المثلجات والعصير. شوف شلون صرف، اصلا الذبان كله ينفق لنا. تعال يمنا وكلها يومين وتسوي لي هيك. اذا رحنا نسوان يلا يا ولد يلا برد قلبك عصير لبن. أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على صحة أطفالكم بعدم السماح لهم بتناول الأطعمة والمشروبات من الباعة المتجولين.